العديد من الدول الأوروبية تساعد روسيا بالتحايل على العقوبات. الشرطة تمنع دبلوماسيين روس من التحرك في فيينا. وزارة المناخ تمنح أجهزة كهربائية مجاناً لمتلقي المساعدات الاجتماعية. انتقادات واسعة لقانون الإيجار الجديد الذي يلغي العمولة. مقتل زوجين وإصابة ثلاثة بعد حادث تصادم مع سيارة إسعاف. مبادرة أوروبية تدعو لتوزيع عادل واستقبال لائق لطالبي اللجوء. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. قال رئيس معهد فيفو للدراسات الاقتصادية أن الفصل الاقتصادي بين أوروبا وروسيا يسير على قدم وساق. وقال فيلبر ماير: رغم العقوبات فإن واردات الغاز من روسيا والصادرات النمساوية إلى دولة مثل بيلاروسيا والتي هي في توافق مع موسكو يستمر عبرها توصيل المركبات وقطع الغيار من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا، مشيرا إلى أن ذلك قد يكون تحايلا على العقوبات المفروضة على روسيا. منعت السلطات النمساوية أعضاء الوفد الدبلوماسي في فيينا من زيارة النصب التذكاري للسوفييت المحررين. وقال السفير الروسي في فيينا ديمتري ليوبوتسكي بأن الشرطة رفضت السماح للوفد الروسي بوضع الزهور على النصب التذكاري أمس الخميس، مضيفا بأن جمعيات روسية وضعت الزهور نيابة عنهم. وتدخل الحرب في أوكرانيا عامها الثاني وسط غياب أي مؤشرات على أن الغزو الذي يكاد أن يغير وجه أوروبا مقبل على حلحلة وشيكة. أعلنت وزارة المناخ عن حزمة تمويل جديدة للأسر ذات الدخل المنخفض عن طريق استبدال الأجهزة القديمة التي تستهلك الكهرباء بأجهزة جديدة مجاناً. وللاستفادة من هذا التبديل أوضحت الوزيرة جيفسلار الطريقة بأنه يجب تحديد موعد عبر مركز الاستشارات الاجتماعية، وبعدها يقوم شخص بفحص الطلب، وفي حالة الموافقة يصل الجهاز خلال 4 أسابيع مع التركيب. وسيتم تنفيذ هذه المساعدة من قبل صندوق البيئة والطاقة بالتعاون مع منظمات كاريتاس وفولكس هيلفة. حذرت جمعية العقارات في غرفة التجارة VKO من خسائر اقتصادية كبيرة في حال تطبيق قانون الاستئجار الجديد، لأنه تهديد لوجود شركات السمسرة. وحسب وكالة الأنباء النمساوية، من المقرر أن يبت البرلمان في القانون في مارس، والذي يعفي المستأجر من دفع العمولة لشركة التأجير. وتقول الجمعية: مع إدخال القانون لم يعد بإمكان شركات العقارات تقديم معلومات واضحة، وبالتالي فإن المستأجر ليس له أي حماية، وهذا ليس في مصلحة حماية المستهلك. أدى تصادم جانبي بين سيارة إسعاف وسيارة في بورغرلاند لوفاة شخصان أمس الخميس وإصابة ثلاثة. وحسب ORF كانت سيارة تابعة للصليب الأحمر في طريقها إلى مهمة إسعافية، وفي أحد الطرق كان هناك 3 سيارات، وبدأت سيارة الإسعاف في التجاوز واصطدمت جانبا بسيارة فيها زوجين كان على وشك الانعطاف، وأدى ذلك إلى سقوط السيارة من جانب الطريق. توفي رجل يبلغ من العمر 69 عاماً وزوجته في مكان الحادث، فيما أصيب طاقم الإسعاف بجروح بالغة. أطلقت مبادرة المواطنة في بروكسل دعوة للسلطات الأوروبية لتوزيع طالبي اللجوء ومراجعة قواعد دبلن. وطالبت الحملة بتوفير معايير تضمن ظروفاً معيشية لائقة لطالبي اللجوء في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. ويريد أصحاب المبادرة 6 أشهر لجمع 1 مليون توقيع من مواطني 7 دول على الأقل من دول الاتحاد.
وبعد ذلك يتعين على المفوضية الاطلاع على المبادرة وتقرر ما إذا كانت ستدرس وتبحث المطالب الواردة فيها وتقررها أم لا. ومن ضمن صوتنا لهي الحملة لحتى نحصل على ظروف معيشية لائقة، كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. شاركونا بتعليقاتكم. كنت معكم أنا ليلى مكتبي. عطلة نهاية أسبوع سعيدة وإلى اللقاء.